وما زالوا إلى الآن يذكرون يحيى، وأشهد أن بعضهم إلى الآن ما زال يبكي عندما يذكر يحيى، لأنه كان شخصية يعني ذات اعتبار، وشخصية لا احترم نفسه فاحترمه الناس. هذا هو يحيى المتوكل رحمه الله، ورحم الله جميع الشهداء، ورحم الله كل المخلصين الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلدهم. مدينة شهارة كانت على مر العصور رمزاً للعلم ومنارة يأوي إليها العلماء، ولادة للعظماء لا تغيب نجومها ولا تنطفئ أنوار أدبائها وشعرائها وعلمائها ومناضليها الذين كانوا على الدوام أقماراً أضاءت بنورها دروب اليمنيين في مختلف محافظات اليمن الحبيب، معلمين في مدارسه وفقهاء في منابره، مؤلفين لا تجف أحبار أقلامهم. فمن تلك القلاع التأريخية ذات الطابع العمراني البديع التي تربعت على تلك القمم الشامخة الشاهقة الارتفاع، والتي التمس سكانها من نجوم السماء التي يجاورونها سمات تحلوا بها وراحوا يباهون بها الآخرين. من تلك القلاع الحصينة التي تجلت فيها عظمة الإنسان اليمني، والتي كانت مستقراً للكثير من الملوك وأمراء اليمن حتى عهد قريب، تلك القلاع كانت عصية ومنيعة في وجه كل معتد وغاصب. منها خرج الكثير من العظماء في مختلف المجالات. ساهمت تلك المدن في تشكيل وبناء شخصيات قادوا المجتمع اقتصاديا وسياسيا وفكريا وثقافيا. كان من بين هؤلاء الرجال الشهيد يحيى محمد المتوكل. التحق العميد يحيى محمد المتوكل بالمدرسة التحضيرية في صنعاء، فكان مثالاً للمثابرة والجد والحرص على التحصيل. أهلته دماثة أخلاقه وحسن طباعه إلى أن يكون قريباً من قلوب محبيه ومدرسيه وزملائه. كان القدر الإلهي شاء أن يجمعه في المدرسة مع الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره من المناضلين الذين أراد الله لهم أن يكونوا قادة العمل النضالي في مختلف مراحل الكفاح. كوكاكولا ستار حجمه أكبر بنفس السعر 80 ريال.
قيادة العمل النضالي في مختلف مراحل الكفاح. عرفت الأخ يحيى المتوكل عندما وصل لأول مرة إلى صنعاء للدراسة في المدرسة التحضيرية، وكنت يومها أحد أبناء هذه المدرسة، وفي الوقت نفسه كنت أدرس الصفوف الأولى. يحيى المتوكل كان يتميز بذكاء وقاد وبأدب جام من طفولته من صغره، ورغم أنه كان كثير المرض لأنه كان يبدو الملاريا، فكان دائما مصابا بالحمى، ولكن كان يحرص على الدراسة، على أن يحضر دائما في الصباح وفي التدريس التطوعي كنت أقوم به بعد العصر. فكان يتلقى كل شيء بأدب وصمت ويحضر كل شيء، وبسرعة ظهر كطالب متميز. كان إلى جانبه زميلة وصديقة في ذلك الوقت إبراهيم محمد الحمدي رحمه الله، فكان في تنافس، إلا أن يحيى كان كثير الهمة، لأن كان إبراهيم يخرج يلتقي بأخيه أو يذهب عند أخيه أو يضيع الوقت، لكن يحيى كان وقته هو المدرسة. فظهر يحيى بين الزملاء، كان صديقا لكل طالب وصديقا لكل أستاذ، وبدأ يتقدم أكثر فأكثر حتى بدأ يكتب الشعر، وكان يعرض علي وكنت أصحح له بعض الأبيات، ولكن كان بالفعل عنده موهبة أفضل من أستاذه، موهبة كتابة الشعر هذه حقيقة رحمه الله. هذه بداية معرفتي به كطالب وأستاذ في المدرسة. ربما تحدث الآخرون عن التفوق، عن النبوغ الذي تميز به يحيى. يحيى طبعا أصغر مني سنا، وكنا في المدرسة، جاء بعد سنتين من وصولي صنعاء في المدرسة التحضيرية، ثم ذهبت إلى المحابشة وجاء معي، ولكن كان يسير كالبرق في الدراسة والتحصيل وفي قضية الاندماج مع الآخرين، كان يؤثر الناس، هذا سر محبة الناس، منذ طفولته يؤثر الناس، يقدم طعامه، يقدم شرابه، وكان طبيعة الحال كانت الحالة حالة بؤس شديد، ومع ذلك فالكدمة، إذا زميله ما عندهش كدمة، إذا ما عندهش كاس شاهي يؤثر، ولذا طبعا ما في شك يعني اكتسب محبة الآخرين